هي غالية جدا على جميع المغاربة، ما غير اليوم درناها لأن هاد الأطفال المعاقين وعائلة ديالهم درنا واحد النهار تحسيسي، لأن هاد الجيل ما تعرفش المسيرة الخضراء، وعادوا فسرنا لهم. وراك سمعتي قدام العمالة طلقنا خطاب ديال المرحوم جلال الملك الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، وكان داكشي مؤثر. وكذلك فسرنا لهم معنى انه المغرب محتاج الابناء ديالو، ولكن انا عندي الحاجة اليقين انه حتى هذا الجيل الجديد عنده الغيره على هذه البلاد ديالو. وانا اقسم انا سعيد وفخور بهذا الدم ديال المغربي اللي تجري في الدم العروق المغاربه واخا معقم، ولكن انا جد متاسف انه جينا قدام العماله وكان خطاب جلاله الملك المغفور له، وكاين النشيد ديال المسيره وما كاين حد من مصحاب العماله. ما ربنا تنقول انا يكون مانع خير، لانه هاد الناس غاديين بالمساطير ما علمتونا شيء، هادو ما فيهاش الاعلام. راه غدا كان مسيره درنا هاد المناسبه، جي ما ربنا كان يخرج مسؤول، ولكن مع الاسف دابا نمشيو لضرب وعزه. ماشي مشكل، لان ما غاديش نواخذوا عليهم، لانه السيد العام صاحبنا صديق ديالنا ضرب عزه، كذلك راه غادي يكون المسؤولين تماك ديال العمله ديال الوسط، راهما تيتسناو تماك باش يشوفوا الوليدات ويعيشوا واحد اللحظات مزيانه ويفرحوا بهم. وهاد الوليدات محتاجين للدعم المعنوي كذلك، وهذا الشيء راه مدرسه ديال جلاله الملك. حنا تنعرفوا القيمه ديال جلاله الملك، القيمه ديال هاد الوليدات عنده. وراك عرفتوا فكان ملي كان جلاله الملك خارج من البرلمان وقف الكورتيج ديالو كامل باش ينزل عند المواطن. هذه مدرسه، هذا شيء جميل جدا، وتنتمنى جميع العمال والولاد ياخذوا قدوه من جلاله الملك، تيوقف المكب ديالو تنزل باش يشوف داك الشعب ديالو. اذا بغيت نقول للمغاربه عيد المسيره موحد ان شاء الله، والصحراء غتبقى مغربيه، من اللي بغى بغى واللي ما بغاش ما بغاش.